السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا جميع الإخوة الكرام. هذا النهار يوم الأحد إن شاء الله متوجهين صوب سوق بالفاع. كما كتشوفوا فقنا شوية بكري عاوتاني كما العادة، شدينا الطريق مباشرة المحطة. فوق الطريق نشوفوا شي كاري إلا كاين. الجو هذا النهار سخونية تبارك الله، الليل كامل كاينة السخونية. تيزني ترى معروفة بالسخونية. المهم الإخوان جينا لحدار الكيران، ولكن مع الأسف حتى واحد مبغاش يدينا، كيديرو أكادير ديريكت، لذلك اضطرينا أنه نغيرو البلاصة. جاب الله واحد مول التاكسي وحنا دابا شادين الطريق. وصلنا تقريبا مع ديك السبعة من الدخلة ديال السوق، وهذا ما كان نخليكم على لقطات. مرحبا جميعا. Thank you.
تبيت غير لنا تبيت راك ناقص حتى في الكارت تبيت حيد مشيت بلا حيد تدخل معنا 5000 درهم خويا 5000 درهم داخل معاكم
لا أعلم.